السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر شهاب ومكملين مع بعض منهج بريب 1. هناخد النهاردة ليسن 6 بيتكلم عن Multiplying a Binomial Pi an Algebraic Expression. هناخد ازاي نعمل Times ل Expression في 2 Terms مع Expression 10. الدرس ده معتمد على ليسن 5، انك تعرف تعمل Times ل Algebraic Term مع Another Algebraic Term. زي ما احنا شايفين السؤال ده يقول لي x plus 5 times 2x minus 3. ازاي هعمل times للتو algebraic expression دول؟ اول حاجة بنعمل times first times first، اول term مع اول term. طبعا لما تيجي تضربهم بنضرب النمبر مع النمبر، 1 times 2 2، بعد كده السيمبل مع السيمبل، x times x x power 2. بعد كده بنضرب ال first times second، x times negative 3 يطلع negative 3x، زي ما خدنا المرة اللي فاتت. هنا 1 times negative 3 يطلع negative 3، والx مفيش هنا symbol فينزل زي ما هو. بعد كده اخد second times first، 5 times 2x ادينا positive 10x، علشان 5 times 2 10 والx هتنزل. بعد كده second times second، 5 times negative 3 يطلع negative 50. بعد ما نضرب هيطلع لك التو terms دولت like يعني فيهم نفس السيمبل بنفس الباور. طالما هما الاثنين like يبقى نعمل plus بينهم، ال 2x power 2 هتنزل زي ما هي، نجمع الاثنين دولت يطلع لي 7x، علشان negative 3 plus 10 يدينا positive 7 و negative 15 تنزل، وده ناتج النهائي بتاعي في simplest form، أبسط صورة. جرب تحل السؤال ده x minus 3 و x plus 2 وشوف الناتج هيطلع معاك ايه في الآخر. الناتج النهائي يطلع معايا x power 2 minus x negative 6. لو الناتج اختلف معاك عن الناتج ده تابع الشرح معايا علشان تفهم اكتر ازاي نعمل تايمز. تعال نشوف المسائل دي مع بعض. زي ما قلنا الاول في الاول، first times first يطلع لي 10 a power 2، علشان 2 times 5 10 و a times a power 2. احنا قلنا في التايمز بجمع الباورز. بعد كده first times second positive 2a، second times first 15a، second times second positive 3. الاثنين دول هيتجمعوا مع بعض يبقى 10a power 2 plus 17a plus 3. حل الثلاث مسائل دولت الاول مع نفسك، بعد كده كمل شرح معايا. نضرب الأول في الأول يطلع لي 6x power 2، الأول في الثاني negative 15x، الثاني في الأول positive 8x، الثاني في الثاني يبقى negative 20. الاثنين دول نعملهم plus يبقى 6x power 2 minus 7x minus 20. المثال اللي بعديه 5a times 7a 35a power 2، 5a times negative 3b يبقى negative 15ab، negative 2b times 7a negative 14ab، second times second positive 6b power 2. ونركز في الإشارات بتاعتنا، نجمع الاثنين دوت مع بعض هيدينا 35a power 2 minus 29ab plus 6b power 2، علشان negative 15 و negative 14 يطلع لي negative 29. آخر example معايا 4x times 3y يطلع لي 12xy، نفس الكلام أضرب في الآخر يطلع لي 4x power 2، بعد كده التاني في الأول negative 9y power 2، والتاني في التاني negative 3x. واو،
هنا اللايك تيرمز الأول والأخير، التانيين هينزل زي ما هما 4x power 2 12 minus 3 يطلع لي positive 9xy، وال 9 negative 9y power 2 تنزل زي ما هي. حل المثال ده لوحديك وبعد كده شوف إجابتك صح ولا غلط معايا. أول واحد إجابته 10a power 2 plus 11a plus 3. تاني واحد 6x power 2 positive 5x minus 4. فأثناء حل مسائل الجبرة لازم تركز خصوصا في الإشارات والبلس والماينس وخطوات الحل علشان حلك يطلع مظبوط. تعال نحل مع بعض سؤال نمبر 3. بيقول لي find the result، بس بيقول لي by inspection، بمجرد النظر، انا مش هعمل الخطوات كلها. يعني لو رجعنا انا بعمل المسألة على خطوتين، فنعمل times وبعد كده اعمل simplify. لا، انا عايز اعملها في خطوة واحدة. طبعا اتدرب الاول بالطريقة الاولانية وبعد كده اشوف الطريقة دي. الطريقة دي ازاي؟ اول حاجة هضرب الاول في الاول 2a times 5a 10a bar 2. بعد كده هضرب التاني في التاني واحطه في الاخر 3 times 1 يدينا positive 3. كده انا ناقص لحد في النص، ازاي اجيبه؟ هضرب الاكستريمز الطرفين وبعد كده اضرب المينز الوسطين واجمعهم، يعني 2a times 1 يطلع لي 2a، 3 times 5a يدينا 15a، اجمع 2 plus 15 يديك positive 17a. نفس الحل اللي احنا حليناه من شويه بس بطريقة أسرع. هنا الأول في الأول 6x power 2، التاني في التاني negative 20، الطرفين negative 15 عشان 3 times 5، الوسطين 8 يطلع لي negative 15 plus 8 negative 7، والرمز عندي x. لو رجعنا negative 7x. جرب تحل دولت بمجرد النظر by inspection وشوف حلك هيطلع صح ولا لا. زي ما قلنا الاول مع الاول 35a bar 2، التاني مع التاني positive 6b bar 2، الحد اللي في النص هنا 5 times negative c negative 15، وهنا negative 14 negative 15 plus negative 14 على نيجاتيف 29، والرمز AB. آخر واحدة مش هينفع نعملها باي انسبكشن. شرط أساسي في الباي انسبكشن إن الرموز تكون متشابهة، يعني الترم الأولاني في نفس الرمز والترم الثاني في نفس الرمز. هنا الاتنين معكوسين، لازم انا اظبط مسالتي علشان اعرف اعملها باي انسبكشن. يعني اخلي الاكس دي الاول بلس 3 y، ولو غيرنا والاكس مثلا كانت اشارتها نيجاتيف لازم تروح بنفس الاشاره بتاعتها. دلوقتي طالما الاول اكس والتاني واي ينفع اعملها باي انسبكشن، يبقى 4 x بار 2 نضرب التاني في التاني يطلع لي نيجاتيف 9 y بار 2، الطرفين 12، الوسطين نيجاتيف 3 يطلع لي بوزيتيف 9، والرمز x تايمز y x y. لو رجعنا للمسألة تلاقي الحد اللي في النص 9x y زي ما طلع عندك. حل الاتنين دولت بس حاول تحلهم باي انسبكشن. أول واحدة الأول في الأول 10a بار 2، second times second positive 3، extremes الطرفين يطلع لي 6، means يطلع لي 5، 6 plus 5 11، والرمز عندي A. اخر واحدة 3 times 2 يطلع
يطلع لي 6 اكس باور 2 4 تايمز نيجاتيف 1 نيجاتيف 4 اكستريمز نيجاتيف 3 مينز 8 يطلع لي بوزيتيف 5 والرمز عندي اكس. درس ده من الدروس المهمه جدا اللي مش هتقدر تستغنى عنها في السنين اللي جايه، ليها دور كبير في المسائل والموضوعات الجديده اللي هتاخدها على مدار السنين اللي جايه. Two special cases، عند حالتين من حالات التايمز اللي احنا خدناها ليها حل مختلف شوية. أول حاجة لما يقول لي cos power 2 x plus y power 2 بحلها ازاي؟ بضرب الأول في نفسه first square x power 2 الثاني في نفسه y squared y power 2 بعد كده first times second times 2 x times y x y times 2 يبقى 2 x y. لو انت جيت حليتها بالطريقه الاولانيه x plus y times x plus y first times first x power 2 second times second y power 2 extremes x y means x y x y plus x y يطلع لك 2 x y، يطلع لي نفس الحل بالظبط. بس طالما ان القوسين متشابهين هنعمل عليه باور 2 هيبقى ليه حل خاص بيه. First square الاول باور 2 بعد كده second square بعد كده first times second times 2 والإشارة دي بتنزل هنا في النص. تعال نشوف مثال على الكلام ده. هنا بيقول لي find the result، أول حاجة first square a power 2 second square positive 9 first times second 3a times 2 يطلع لي 6a وشرط النص تنزل هنا في النص. 3a power 2 يطلع لي 9a power 2 positive 5 يعني positive 25 first times second 15a b ال positive times 2 يطلع لي 30a. آخر مثال 2x power 2 يبقى 4x power 2 negative 3y negative 3 times negative 3 positive 9 y times y y power 2. نركز في دي علشان كتير بيغلط فيها. negative 3 power 2 يطلع لي positive 9 first times second 2 times negative 3 negative 6 times 2 negative 12 x times y x y. second special case اللي هي لما يكون القوسين متشابهين x plus y و x minus y. هنا بيقول لك اضرب الاول في الاول والتاني في التاني بس ما يكونش فيه حد تالت عندك. ليه؟ تعال نضربها بالطريقه القديمه x plus y times x minus y first times first x power 2 first times second negative xy second times first positive xy second times second negative y power 2. هتلاحظ ان ال two terms دولت متشابهين مختلفين في الإشارة. negative 1 plus 1 يطلع لي 0 هيفضل لي x power 2 minus y power 2. يبقى اضرب first times first و second times second only. تعال نشوف المثال دي 2m times 2m 4m power 2 negative 5 times positive 5 negative 25. والمسألة هنا خلص عشان نلاحظ ان الـ two terms like اللي اختلف بينهم إشارة النص. يعني هنا 2m هنا 2m هنا 5 هنا 5. لو في أي اختلاف هيبقى عشان نعرف نعمل الطريقة دي. الاختلاف الوحيد الإشارة اللي في النص. هنا المسألة نفس كلام الشروط موجودة. يبقى اضرب الأول في الأول 25x بار 2 تاني في التاني نيجاتيف 9y بار 2. حل المسألتين الأخر دولت. نمبر سي إجابتها first times first a بار 4
علشان بنجمع الباورز 2 بلس 2 يدينا 4. second times second negative 4 b power 2. اخر واحدة third times third equal 9 a power 2. second times second negative 4 over 25 b power 2. كده احنا خلصنا الجزء الاولاني من الدرس ده. الدرس ده مهم عشان كده قسمته على 2 parts، مهم تتدرب عليه وتفهم خطوات الحل والنوع الاولاني بالطريقتين، الطريقه التفصيليه وباي انسبكشن بمجرد النظر. بعد كده تتدرب على التو سبيشال كيسز، تحل كتير علشان يثبت في دماغك. ما تنساش اللايك لو الشرح عجبك وسبسكرايب وفعل الجرس علشان يوصلك بقيه الفيديوهات اول ما تنزل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.